لله اللهم ارض عنا وشكنا وعن والدينا الحاضرين والمسلمين. امين. قال الامام النووي رحمه الله باب جواز شرب اللبن. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه. عبيد بن معاذ العنبري من صفات الأزلات رضي الله الجماعة يروى عن أبي وأبو من صفات الأزلات شعبة من المهم في الحديث. قال حدثنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق. أبو إسحاق السبيعي شعبة قال كفيتكم تدي الثلاثة ومن هو أبو إسحاق فأنعنته لا تدور هنا. إسحاق السبيعي هو علم لكنه دلس واختلط بآخر أمر. عن البراء رضي الله عنه. فالبراء رضي الله عنه براء نازل الصحابي الجليل. أنه قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الله صحابي الجليل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا بضراع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلبت له كثبة من لبن فأتيت بها فشرب حتى رضيت رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ولفظ ابن المثنى ساق سهل إلى البراء رضي الله عنه سمع يقول لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه صراحة بن مالك بن جعشم قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه فقال أدعو الله لي ولا أضره. قال فدعا الله قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأخذت قال حنف أردت به من رسول الله كثبة من لبن صلى الله عليه وسلم فأتيت بها أتيت به فشرب حتى رضيت. قال حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب قال واللفظ لابن عباد ساق السند الى ابي هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اتي ليله اسري به بايلياء بقدحين من خمر ولبن قدحين من خمر ولبن فنظر اليهما فاخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطره لو اخذت الخمر غوت امتك. قال حدثني سلمه بن شبيك وساق السند الى ابي هريره رضي الله عنه سمعه سعيد بن المسيب يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بمثلي ولم يذكر إيلياء. مع هذا الحديث في أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لما خرجنا من المدينة من مكة إلى المدينة مررنا بضراع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت له كثبة من لبن فأتيته فبها فشرب حتى رضيت بقولي فشرب حتى رضيت معناه شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سد حاجته من الشرب وهو محتاج. وهذا أمر عجيب جدا فيه ما فيه من الخير الوفير. هذا الحب الصادق هذا الحب الصادق الحب الصادق ينظر كيف يصل إلى الإنسان إلى يعني إلى 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 غاية محبوبه في هذا البلد. قال يعني من حب من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان كأنه امتزج النفس بالنفس والروح بالروح. وهذا يدلك أنه كان لا يباعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يقوله أبو بكر مطابقة. وذلك صلح الحديبية لم يستطع عمر بن الخطاب أن يتحمل ماذا قال قال لسنا حق ويسع الباطل. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول الله ولن يخزلني الله. ماذا قال أبو بكر هو رسول الله ولن يخزلني. فهو يقول شرب حتى رضيت أنا رضيت أنا اللي ارتويت كان الري جاي عليه وهو حتى رضيت يعني رضيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى شرب لأنه لما عطش ظهر عليه العطش ولما شرب ارتضى. فهذه ده الحب الصادق في هذا باب الحب الصادق. الحب الصادق لا يرى المعايب يعني الحب الصادق لا يرى المعايب وإن رأى العيب يبقى صدق هنا الحب. كيف الحب الصادق أنه لو رأى عيبا يستره ولا حتى يظهره لا أمام صاحبي ولا أمام نفسي. أما النفاق يعني من أعجب ما سمعته من المنافقين أنهم يقولون يحبون النساء ده إدمان وده نفاق محض. هو أصلا ليش هذا النفاق؟ ماذا قال الله عن صفات المنافقين لما ينظر المؤمنين ماذا يفعلون يقولون ها؟ الذين يلمزون ليش المتطوعين في الصدقات أعطى قليلا يقولون إيه ده الله غني عن صدقة هذا أعطى كثيرا يقولون إيش
مرائي منافق، فاهم؟ منافق، هو منافق ما يريد أن يرى المدايح، يريد يرى المعايب. هو المنافق طبعا يتتبع، وذاك ناس كالخنازير كالذباب لا يقعون إلا على النجاسات، هذه هي يعني ناس لا يقعون إلا على النجاسات. وهذه هي النجاسات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول حبب إليكم من أو حبب إلي من دنياكم إيش؟ أطيب النساء. ولذلك ما من نبي إلا وله أزواج، وحب الصادق يظهر هنا في هذا الباب. ده مش إدمان، مش إدمان، ده كلام المنافقين يقول ده إدمان، حب النساء إدمان، فده من كلام المنافقين. إنما ده أصلا ها سنة من سيد المرسلين، هو قال حب بألي من دنياكم من أطيب النساء، والله حببه حبب ذلك عليه. فهم يتخذون الممدحة إيش؟ مذمة لأمور بقى. الأمر الأول النفاق، الأمر الثاني العجز، مش مستطيعين يفعلوا ما يفعل. هذا والله هذا يا عم ضعيف اركن، ملكش اركن، لكن ما تزمش في شيء انت اصلا مش قادر توصله، انت هو حسد وحقده بس. وده الحق. والامر الثالث ايضا في هذا الباب هو العداوه. ده بيدل ان في عداوه في الداخل، يعني ده بينوم ان في عداوه في الداخل، بيبحث عن شيء. والدلاله على ذلك ابو سفيان كان عدو للنبي، وما كانش عدو النبي، كان عدو النبي. العداوة حملته على إيه؟ إنه يبحث عن أي كلمة يحاول ينتقص بها، مش عارف. هو بيقول والله لو لم يؤثروا علي الكذب لكذبت. أنا خايف بس يقول أبو سفيان كذاب، عشان أبو سفيان كان وكان. لكن في حقيقة أمري إيش اللي حصل؟ بحث، قال بينما قال يغدر قال بينما وبينه إيش؟ هدنة وما ندري ما يفعل. وانا بص بيدخل اهو العداوه. فالعداوه بيقول لك شوف ده بيحب النساء، ايه ده، ايه ده، ادمان. دي عداوه اصلا في الداخل، في عداوه مع وجود الحقد والحسد في هذا الباب. ناهيك بقى على النفاق، دي من صفات المنافقين. فدي دلاله ما في، يعني بيدل على سمات الشخصيه في هذا الباب. لكن نشوف بقى الحب الصادق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عائشه غيره قالت له ما انت تكسر من ذكر امراه شمطاء، يعني أبدلك الله خيرا منها. شمطاء يعني مش مسبة، الأغبياء بيفهمون شمطاء يعني اختلط الشعر الأبيض والشعر إيه، يعني عجوز يعني كبيرة. أبدلك الله خيرا منها. شوف الحب الصادق إيش فعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ما أبدل الله خيرا منها، إنها كانت وكان لي منها الولد. شوف أبو بكر بقى يبين الحب الصادق. ايضا اي احد يقول الحب الصادق يقول لك انتم اعداء النبي، ما بتصلوش على النبي بعد الصلاه، ما بتصلوش على النبي بعد الاذان، اعداء، فاهم؟ طب وبعدين انت حب النبي فين بقى عندك؟ السرادقات وجابين البيانو والاورج، فاهم؟ والمديح، على ما زعموا ان هذا مديح، هذا حب صادق. وبعدين تراه ما تراه الا حليقه، ما تراه الا بعيدا عن ايش؟ عن السنه، ما تراه الا محرما للسنه، ما تراه الا معاديا لاهل السنه. في الحب الصادق، شوف الحب الصادق هنا ابو بكر ماذا قال؟ الحب الصادق هنا قال يعني شرب حتى رويت، انا الري جاري انا حتى رضيت بهذا الباب. وايضا فاذا اذا شوف انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ابو بكر ضرب لنا اروع الامثله، يقول شرب حتى رويت، انا الى الان مش مستوعب المساله كيف تصل. هذا اختلاط النفس بالنفس، احبه لدرجه انه لا يرى في شيئا الا انه ما يتنفس به الهواء، يتنفس به ايضا الهواء. ده الحب الصادق. والمنافقون يعلنون على انفسهم بما قلت لكم، والذباب كالذباب لا يقع الا على النجاسات. هنا في قوله مرونا براع وما شربه صلى الله عليه وسلم، هذا لما ليس صاحبه حاضرا لانه كان رعيا لرجل من اهل المدينه، كما جاء في الروايه الاخرى وذكرها مسلم في اخر الكتاب. المراد المدينه هنا مكه، وفي روايه لرجل من قريش. طب ازاي يشرب وهو اصلا الراعي مش مالك الشاة؟ مش موجود فيها توجيهات اربعه. التوجيه الاول ان هذا كان رجلا حربيا لا امان له، فيجوز السلاح على ماله، وهذا اضعف التاويلات. ولو كان لاخذوا الشاة وراحوا، لو كان لاخذوا الشاة وراحوا اصلا، وهذا اضعف التاويلات. الثاني يحتمل انه كان رجلا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكره شربه للنبي صلى الله عليه وسلم من لبنه. الثالث لعله كان في عرفهم ما يتسامحون به. الرابع كان مضطرا. أولى التوجيهات في ذلك أن هذا كان متسامح فيه بين الناس، هذا كان متسامح فيه بين الناس. الراعي لو مر أحد به كان جائعا يريد يشرب فيعطيه،
يعطيه سماحة. دي كان نشوف من أخلاقيات الجاهلية وجعل سم... نعم هذه من أخلاقيات الجاهلية. شو من غدا وجاء الإسلام إيش يعضده ويقويه في هذا الباب. وطبعا سراقة قصة معلومة وأن سلم من معجزات النبوة أنه قال كيف أنت يا سراقة وقد لبست إيش سواري كسرى وينظر سراقة لا يصدق مما يقال. وقد جاء عمر الخطاب بعد الفتوحات أين سراقة؟ جاء سراقة فأعطاه إيش السوارين. فنظر سراقة بكى وهو ماشي عمر نداه تعال وين رايح؟ ضع السوار ضعي أليس أعطى ألبسنيه رسول الله؟ قال أن السلام قال تلبس ما قال تملكه ضعه. شوف الفرق يعني كان الأمر كان صعيبا على سراقة رضي الله عنه وأرضاه. هو قال له ادعو لي فلا أضرك وحقا وفى أنه رد الطلب. وهنا الحديث الثاني أنه خير بين اللبن وبين الخمر فاختار اللبن فقال أصبت في التراب. قال لو شربت الخمر لغوت أمتك. والحمد لله والشكر لله على النعمة والتوفيق من الله جل في علاه. تفضل يا شيخ سريعا. قال الله حدثنا كلهم عن أبي عاصم وساق السادة إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أخبرني أبو حميد السعدي رضي الله عنه قال أبي رحمة الله عليه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدح لبن من النخيل ليس مخمرا وقال ألا خمرته ولو طاع الله عليه يهودا؟ قال أبو حميد رضي الله عنه إنما أمر الأسد أن تؤتى إليه ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. قال حدثنا وليد بن دينار وساق السادة إلى جابر إلى أبي حميد رضي الله عنه قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن قال المثل قال ولم يذكر زكريا وقول أبي حميد بالليل. وسقى السيد إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل يا رسول الله هل نسقيك نبيذا؟ قال بلى. قال فخرج الرجل أسعى فجاء بقدح به نبيذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال فشرب. وسقى السيد إلى رجل يقال له أبو حميد رضي الله عنه قال جاء بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ انتهيت؟ ها؟ لا ما انتهيت ولا باب لليدي انا لسه ده فاضل لك بحر. قال له النووي باب الامر بتخليق البناء وايجاد يا ابن الحلال لا اخي انت ما قراتش 3 4 حديث انت عندك حوالي 10 حديث انت نايم يا شيخ. باب 60 في نفس الصفحه باب جنب. نعم طيب هنا في تخمير الاناء ومن السنه تخمير الاناء ولو ان تعرض عليه عودا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا خمرته او تعرض عليه عودا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العله من ذلك وقال في العله من ذلك ايش هي ان مرض ينزل في يوم من السنه قد ينزل ما يترك اناء ليس موطا الا. وايضا في هذا الباب انه حمايه من الشيطان لان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا اناء او سقايه موقوعه. وايضا في هذا الباب فيه الحفاظ من أيضا فعل الشيطان بالإتيان بالفأرة فتفسد أيضا الطعام. وكان بذلك اللبن هو من أفضل لأن الإنسان ما قال يخف علينا خيرا منه ولكن يقول يبارك لنا فيه. كل طعام كان يقول ذلك إلا في اللبن قال وبارك لنا فيه. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله نسقى نبيذا قال بل يعني وهذه فيها دلالة على جواز شرب النبيذ. والنبيذ هو انتباذ التمر أو الزبيب فيها الماء يعني يكون معسولا. وإحنا قلنا أنه نهى في أول الأمر عن الانتباذ ثم قال انتبذوا ولا تشربوا مسكرا. وقال الله ألا خمرته ولا تعرض عليه عودا. هذا الأمر بتغطية الإناء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلق فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.